تعال بقى نبص على رزاق عامل ازاي. يعني مثلا على سبيل المثال رزاق بيعجبني فيه ان هو بينوع في التسديد، يعني اغلب اللعيبه، تعال نشوف اللقطات واحنا نتفرج. بنناقش، اغلب اللعيبه دايما بتحب تسدد ار2 لما بتبقى في الوضعيه اللي هي هتيجي فيها زيسيدي. بص هنا ار2 على طول بتترمي في الزاويه البعيده، لكن هو ايه اللي حصل؟ سدد في الزاويه القريبه، وده شيء بيخلق مشاكل عند الحارس، مش عارف اللعيب ناوي يسدد فين. تعال نشوف هنا برده في نفس اللقطه، هنا لم وشاط في الزاويه القريبه، ده ويمين كويس وشمال كتير كمان، جدا بيبقى الحارس ويمين وشمال خلي بالك يمين يعني. شويه بشماله طبعا ممتازه. بص واقف هنا بقى لحظه، واقف هنا، واقف هنا. لا لا ارجع لحظه، ارجع لحظه، ارجع كمان. بص هنا الحارس بياخد بيركز على ركبته الشمال عشان متخيل ان هو هيسدد فين؟ اصل خلي هيسدد في بالك الزاويه عشان البعيده. تشوطها في دي محتاجه توافق عضلي عصبي طبعا كويس، بص هنا ركز، لفه الوسط اه بقى دي، وسط لفه وسط جامده. مظبوط. فهنا لما انت تسدد في زاويه قريبه ممكن تساعدك بعد كده انك تزود تسدد في البعيده مرتاح، ما ياخدش الحارس الخطوه الزياده دي اللي هتسهل عليه ان هو يصد الار 2 اللي احنا بنتكلم عنها نفتكر هنا. كده شيكابالا بعد ما الجونين جابهم، واحد في نهائي افريقيا وواحد في الدوري ضد الاهلي، اه الماتش الثالث الشناوي متحرك بدري جدا، الكره اللي اتشوط ردت مظبوط. لبن شرقي، اه اللي هو خلاص يعني انت بتشوط في البعيده، الجون خلاص بقى بدأ مهيئ يحضر نفسه للبعيد. التنوع ده مهم جدا، بيخلي الجون نفسه مش واصل لمرحله ان هو مش عارف هيعمل ايه. بالظبط. حتى هنا في برضو معانا لقطه رابعه نفس القصه، فبيسدد برضو هنا تردد، هتلاقي سي سي بيعمل ايه؟ بيلم بالظبط، الكوره وبرضو عايز يسدد، هتلاقيه بيسدد ده في قريبه، المنطقي. ده حلو. هو طبعا هي تعتبر هنا في نص الملعب بس برضو ما سددش في البعيد. انا دايما عندي زي ما بقول لك ان هو بيخلق التساؤل عند الحارس ده. عايزين بن شرقي شويه يدمج بقى البعيده في القريبه كده، لان دايما بن شرقي طارق في البعيد على بن طول. شرقي دايما يودي بقى اللي في البعيده على طول.